السلام عليكم متابعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. احنا اليوم من امام مقام ومنقد الشيخ الحلاج الحسين بن منصور الحلاج. ولادته كان سنه 244 هجريه. صارت لبعض المشاكل مع الدوله العباسيه في وقتها، وسجن لمده 7 سنوات وعدم وصلب، وهذا اخر ما تبقى منه. راح اخليكم مع المقام وايضا اتكلم لكم. خليكم. أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج من أكثر الرجال الذين اختلف في أمرهم، وهو من أهل البيضاء، وهناك خلاف حول هل هي البلدة في بلاد فارس أم البلدة في جنوب العراق. ويقول الدكتور علي ثويني إن الحلاج عراقي الأصل، وولد في أطراف مدينة واسط في منطقة البيضاء ويقال لها الطور، ويؤكد ذلك المؤرخ الأصطخري الذي عاصره وذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه المنتظم، حيث ذكر أن الحلاج من أهل العراق. ولادته كانت سنة 244 للهجرة ووفاته سنة 309 للهجرة. كانت له صحبة مع الجنيد البغدادي وغيرهم، ولقب بالحلاج لأنه كان حلاج الأسرار، أي يخبر الناس عن أسرارهم. نشأ الحلاج في واسط، ثم دخل بغداد وتردد إلى مكة واعتكف بالحرم لفترة طويلة. وكان الحلاج يظهر للناس متلونا لا يثبت على حال، إذ يرونه تارة بزي الفقراء والزهاد، وتارة بزي الأغنياء والوزراء. وقد طاف البلدان ودخل المدن الكبيرة داعيا لطريقته، فكان له أتباع في الهند وخراسان وبغداد والبصرة. وقد اتهمه أهل السنة بأنه كان مخدوما من الجن والشياطين، وله حيل مشهورة في خداع الناس ذكرها ابن الجوزي. وكانوا يرون الحلاج يتلون مع كل طائفة حتى يستميل قلوبهم. وذكره الطوسي في كتابه الغيبة من المذمومين الذين ادعوا النيابة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال عنه الشيخ عبد القادر الجيلاني لما سئل عليه، قال: عثر الحلاج ولم يكن من يأخذ بيده في زمانه، ولو أدركته لأخذت بيده. التصوف عند الحلاج جهاد في سبيل إحقاق الحق، وليس مسلكا فرديا بين المتصوف والخالق فقط. لقد طور الحلاج النظرة العامة إلى التصوف، فجعله جهادا ضد الظلم والطغيان في النفس والمجتمع. وكان يكثر من قول أنا الحق، والذي اعتبر عند كثيرون في ذلك الوقت ادعاء بالإلوهية. وعن قصة قتله روى إسماعيل بن علي الخطبي في تاريخه، قال: وظهر أمر رجل يعرف بالحلاج يقال له الحسين بن منصور، وكان في حبس السلطان بسعاية وقعت به، وذلك في وزارة علي بن عيسى الأولى. وذكر عنه ضروبا من الزندقة ووضع الحيل في تضليل الناس من جهات تشبه الشعوذة والسحر وادعاء بالنبوة. فكشفه علي بن عيسى عندما قبض عليه، وانتهى أمره إلى السلطان المقتدر بالله، فلم يقر بما رمي به فحبس. فأقام بالحبس سنين كثيرة، ينقل من سجن إلى سجن حتى استقر بسجن دار السلطان. واستغوى جماعة من غلمان السلطان وموه عليهم، واستمالهم بضروب من حيله حتى صاروا يحبونه ويدافعون عنه. ثم راسل جماعة من الكتاب وغيرهم من بغداد فاستجابوا له، وسعي بجماعة من أصحابه إلى السلطان فقبض عليهم، ووجد عند بعضهم كتبا تدل على تصديق ما ذكر عنه، وانتشر خبره وتكلم الناس في قتله. فأمر الخليفة بتسليمه إلى حامد بن العباس،
وأمر أن يكشف بحضرة الفقهاء والعلماء. وبعد خطوب طوال بينه وبين القضاة أمر السلطان بقتله وإحراقه بالنار، فضرب 1000 صوت وقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه وأحرقت جثته بالنار ونصب رأسه للناس على سور الجسر الجديد في بغداد. ويذكر العلامة مصطفى جواد إنه بعد حرق جثته تم دفن ما تبقى منه في القبر المعروف ببغداد. تبلغ مساحة المرقد 150 متر مربع، وتم تجديده سنة 2005، ويقع في منطقة المنصورية بجانب مقبرة الشيخ معروف. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم عن المتصوف الكبير الحلاج. أتمنى أنه ينال الفيديو إعجابكم، وأتمنى أن تشتركون بالقناة وتشاركون الفيديو مع أحبائكم وتنطوا إعجاب، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات جديدة عن أبرز وأهم معالم بغداد السياحية والاقتصادية والدينية والاجتماعية. إلى الملتقى.